من مزامير أبينا داود النبي. إلى هنا هو ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. الرب إله القوات معنا، ناصرنا هو إله يعقوب. هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير. وفيما هو يجتاز عند شاطئ بحر الجليل أبصر سمعان واندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما يسوع: هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. فللوقت تركا شباكهما وتبعاه. ثم اجتاز قليلا إلى قدام فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان شباكهما، فدعاهما للوقت. فترك أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهبا وراءه. ثم دخلوا كفر ناحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة، والمجد لله دائماً.